اهلا وسهلا حبيبي. معلش العافية تحكم. ازيك يا ماشي فادي؟ اهلا وسهلا. فادي ارنست الحمد لله. صديقي ازيك؟ العزيز، خريج هندسة ورياضي ومقيم في هيوستن ولاية تكساس، والحمد لله شكل المية رجعت ان هو شكله مستحمي. اهلا وسهلا. يعني هو بالشكل للأسف البث ما بينطلعش الريحة فمش هقدر أحكم. حبيبي يا فادي، قول لي يا فادي، النهارده كنت أنت بتقول لي كنت عايز تدخل في الحوار مع الكوتش دودز ودكتورة ميرفت الأبيض. للأسف والله كان الوقت مزنوق جدا وحصل مشكلة في البث وعدنا ودخلنا تاني، فكان لازم يقفلوا الجيم، ان هم الجيم فاتحين بعد الميعاد اصلا عشان خاطر التسجيل النهارده. فمتاسف طبعا انا ما دخلتكش، هم موجودين، ولكن بالتاكيد تستطيع ان تدلو بدلوك. تفضل. هو يعني هبسط الموضوع شوية. بالنسبة للناس اللي ما عندهاش خبرة كبيرة بالرياضة، في حاجة اسمها الريكفري. الريكفري مش بس انه بعد ما التمرين يخلص انا برتاح قد ايه واستعيد عافيتي في وقت قد ايه. الريكفري كمان بيبقى جوه التمرين او جوه مباراة تنافس. يعني انا كان في مع سبلمنتس تانية بعيدة عن حاجة جينيس او بدون سبلمنتس، بحس بارهاق بسرعه، مجهودي بيقل، بتعب تعب شديد جدا جوه التمرين او جوه الجيم. فالحقيقه بعد معاناه كبيره جدا مع كل انواع السبلمنتس اللي في الدنيا، الغالي منها والرخيص، حاجه الجينات خلت الريكفري ثواني. يعني لما بخفق في نقطه في لعبه البيكل بول اللي بلعبها النهارده مثلا، اخفقت في نقطة، بقدر استعيد نفسي في ثواني واهدى واركز واخد اللي بعدها واخد اللي بعدها واخد اللي بعدها. دليل على ان التركيز عندي ظبط من السبلمنتس بتاع الجينيس هو انه نفس في لعبة معينة لعبتها 6 مرات في جيم واحد على نفس اللعيب، خدت الـ6 بوينت بنفس الطريقة. ده معناه ايه؟ اني قادر اركز اعمل نفس الشيء اكتر من مرة واحققه بدقة. حاجة جنس مش مسألة بضاعة بتجيب فلوس حلوة وكتيرة قوي وبتنغنغ، يعني فاحنا عايزين نقول انها حلوة فيلا يا جماعة بنضغط على حد عشان نشتريها. بصراحة انا جربت حاجات كتيرة قوي ما شفتش زي كده. يعني بصراحة تركيز، قدرة على ان الواحد ينام كويس جدا، ما يحسش، انا ما بحسش حاليا بحالة الجوع اللي كانت بتجنني وتعتصرني صحيح. وتخليني اخش على اي محل الم فيه. يعني خلاص الموضوع خلص. يعني انا مثلا من الظهر ما حطيتش حاجه في بقي غير موزه يعني، وموضوع يعني اصبح فيه بالانس. انا اسميه بالانس، اسميه السليبنج اتاكس دي اللي كانت بتعمل لي بتهجم عليا فجاه وانا مثلا قاعد مع ناس او انا سايق العربيه 5 6 مرات في مشوار بسيط، لا راحت. لأنه بصراحة ما نقدرش نحصل على كل شيء في هذا الزمن من أنواع الأكل ومكونات الأكل الموجودة في الأسواق دي، كلها كميات رهيبة من طيب قول البروتينز لي يا بالشينز فادي، الطويلة والكبيرة بتعمل ايه اول ورقمها. ما تصحى؟ بتاخد ايه اول حاجة ما تصحى؟ أول حاجة البريزرف ده، أول تمام. حاجة بتاخده البريزرف عن ده ايه قبل اي لا نقاش حاجة؟ فيه يعني. تمام. بعد كده بقى لما باكل باخد الاي ام والبرايم، حاليا البرايم بس، برايم خلاص فاضل له يومين ويخلص ده يعني. اللي هو بتاع التخسيس، اللي هو لا البرايم الزن ده اللي هو اللي بينظف، لا الزن البرايم اللي برايم هو اللي الاول. اوكي، بيعمل اللي هو برنامج بتاع زن بياض الاجسام. شيب، برنامج بزن شيب لا اللي بتبدأ بالبرايم الاول، بعدين بعد ما تخلص هو البرايم على هتبدأ فكرة في الزن شيب. بس هو حتى لو حد ما بياخدش مش هياخد شيب، البرايم ده موضوع تاني، ده مضاد اكسده، ده بينظف الجسم من تمام السموم اللي فيه. ده لاي تمام حد، ده لاي انسان حاجه مهمه. وبتاخد الفيتامينز اللي هي والبروتين على فكره، البروتين بروتين اللي هو الباودر اللي هو اسمه فيوز، سكوب، فيوز، فيوز بالظبط، زين فيوز. زين فيوز. ده يعني هو ممكن مرتين
بين الوجبات، بس انا باخد مره واحده وكافيه معايا انا مره جدا، واحده برضو بتعمل وبفضل معايا ان انا شغل، اخد مره واحده باخدها قبل رهيب. البث، ما بقاش جعان طول اه البث. حاجه قبل كده كنت تمام، بعد البث ويمكن ببقى يوم كل عايز اكل الكيبورد، واخد بالك؟ عايز اكل الكيبورد بعد ما خلاص طبيعي. الموضوع ده خلاص. وممكن تسكيب كمان اه العشاء، امبارح انا سكيب العشاء يعني، بعد ما اه خلصت خلاص الحلقه بقى اي الحاجات دي ما تجيش. سكيب العشاء يعني. اه ما خلاص ونسيت غذا اهم غذا حاجه، نسيت بتعمل. اهم حاجه. ها لا النار، النار يعني النار ده قبل النوم، ده مش في النهار، انا ما باخدوش في انا النهار، باخده الساعه 7، باخده ده سبعة بيظهر. ونص بتاع. اه بالظبط كده، بيعمل شغل معايا على طول ده هو يعني. بس انت حاسس بفرق فعلا؟ ده انا اكتر واحد حاسس بفرق، تخيل بقى ان ده بالنسبه مش لي مجرد فرق. افضل، افضل من اي مكسب مالي، ان واحد من اصحابي عمل حاجه واستفاد منها يعني. طب في هو في ناس حاجة غريبة كمان. معانا، ايهاب، ايهاب ابو عافيه بيقول لي انا بدات انام تاني. تخيل الكلمه دي ممكن يعني تفرحك قد ايه، ان واحد بيقول لك انا بدات انام تاني، حاجه جميله لو والله. تبص على الكونتنت ده كلها فاكهة، يعني دي المكونات كلها فاكهة مزروعة في مزارع شركة جينيس، يعني مش تلاقي مواد كيميائية ولا حاجات، يعني أسماء ما نعرفهاش مثلا، أو مكونات أول مرة الواحد يشوفها. لا ده كله خضار في فاكهة في غذاء الجسم ما يقدرش يعني يتنازل عنه. وبعدين الشيء اللي يعني بحس بيه قوي يعني انه او بتهيألي يعني ده يناسب اي حد، يعني ايوه انه ده ممكن يبقى لحد مبتدئ او لحد رياضي بيلعب رياضة بقوة، او حد انترميديت بين ده وده. يعني من الاخر كده الحل هنا، انا دلوقتي بقيت ادخل السوبر ماركت او محلات الفيتامينز او الشركات اللي بتبيع سبلمنتس اللي انا كنت طول الوقت رايح جاي عليها، لانه مش عارف احل مشكلاتي، فعمال ادور طب اجرب ده طب اجرب ده، طب ايه الحل، ايه اللي مش عارف ايه. فدلوقتي بقيت ببص لهم كده واعدي جنب الرفوف واقول ياه، هو جه اليوم اللي ببقى مش عايز حاجه من القسم ده خالص. دلوقتي بقيت اعدي كده ومستغرب، وبقيت حتى بدخل السوبر ماركت ما بشتريش حاجه، ما انا مش جعان مش عايز حاجه، يعني يا دوبك بشتري مثلا حاجه ضروريه وخلاص وامشي، ما ولا حلويات بقى حاجه. طيب، عشان في ناس بعتوني دلوقتي بيقولوا لي انت قلت له قول كده، ترد ياه تقول ايه؟ بجد والله واحد بعت لي اقول ان رسالة كده لطيف يعني، مش عايز هم اقول ما يعرفوش اسمه يعني، شخصيتي، يعني انا ما بيتقليش، هم ما يعرفوش شخصيتي، هم ما يعرفش اصلا ان لو انت كانوا مطلع يعرفوني روحي كنت اصلا، بعت. وبنتخانق كل يوم عشان انا مش موافق على الحاجات اللي انت بتقولها. انا ما حدش يقول لي اقول ايه من الاخر، يعني هو الكلام اللي انا بقوله ده محفوظ. طب لا ازاي؟ والله انا بس انا برد، بقول لك انت بتلعب الرساله رياضة؟ اللي جات لي. انت انا بتلعب رياضة ولا انا اللي بلعب؟ انا انا اصلا كنت بلعب رياضه قبل اصابه ظهري، مفيش داعي كنت تفكرني، انا مفيش داعي بلعب تفكرني. دلوقتي. ايه لا هترجع هترجع انا هترجع، بلعب، بلعب لا نقاش فيفا، لا بلعب لا فيفا. لا ان شاء الله هرجع باذن الله مع البرنامج اللي هيعمله كابتن دودز باذن الله، هبدا معاه ان شاء الله. برضه هبلغ ميرفت الإصابة بتاعت ظهري، بحيث برضو يبقى في مجموعة تمارين ما تعملش ضغط على الظهر إن شاء الله بإذن واحد أحد. لكن لازم نتحرك طبعا، لابد أن يكون لا هناك رياضة، حركة. رياضة حياة، مش اوبشن يعني. يعني ما احنا أنت ما مش عشان حضرتش بقى احنا معانا بنكون بداية عندنا الحلقة، ده اللي إحنا هنلعب قلناه رياضة، ده النهاردة. مش اسمها كده. جسمك مكنة، المكنة دي لازم تصينها، مفيش مكنة دقيقة واحدة. ويت بابا. أي اللي خدمة جنبه يا هنا. باشا، صباح الفل. Anyways, what is that? That's pickle balls. What أي does that خدمة. mean? What does that mean? بص يا باشا، مش كتير، أهلا انا ما شفتش وسهلا. الحبيبه دي What قبل does كده. بص يا باشا، أهلا وسهلا. What does pickle balls mean? Dear value customer, thank you for purchasing. Okay. دي اسمها إيه؟ اسمها أفيانا. What are pickle balls for? أفيانا، that's انا ما pickle شفتش الحبيبه balls. دي قبل What كده. are they for? That's long story, take it down. Put it back. Put Are it they back for in the fun? box. Put it in the box. Are they Close the for door. fun? We're going to talk about it. We have to get the rackets.
We have to get the rackets. Wait, they're tennis? It looks like tennis, but it's different. So we're using them for tennis? We're going to play this game. I'm going to teach you how to play the game. Is it similar to tennis? I love you. What? It's similar to tennis. It's similar to tennis. It is similar to tennis.